النهاردة هتكلم عن دوالي الخصية، وهي عبارة عن تضخم في الأوردة الدموية للخصية اللي بتساعد في رجوع الدم من الخصية إلى الجسم. هي عبارة عن ظاهرة شائعة جدا تصيب أكثر من 10% من الرجال عامة، و 30% من الرجالة اللي بيعانوا من انخفاض واضطرابات في الخصوبة. ده لأن الدوالي بتعمل على ضعف في إنتاج الحيوانات المنوية وقلة عددها، وضعف في الحركة للحيوانات المنوية، وكمان بتزود تشوهات الحيوانات المنوية. تشخيص الدوالي في الخصية بيتم عن طريق الكشف الطبي اللي بيقوم به الدكتور على المريض، وكمان الإشعة التلفزيونية الدوبلر على الخصيتين. في حالة التأكد من وجود دوالي في الخصيتين أو في الخصية وتأثر السائل المنوي بها، بيتم نصح المريض بإجراء عملية ربط الدوالي. دلوقتي بقينا بنعمل ربط الدوالي عن طريق الجراحة الميكروسكوبية، عن طريق فتح جراحي صغير جدا طوله 2 سم، بنقوم من خلاله بربط الدوالي المنتفخة عن طريق الميكروسكوب الجراحي، وده بيساعد المريض انه يعود لحياته العملية بشكل اسرع، وكمان بتؤدي لانخفاض نسبة حدوث المضاعفات لربط الدوالي بعد العملية.